كنا أنا وزوجي شوية يعني ناس تعين ناس ساعدني شوية، أنا ساعد وهسه ماكو معي. وهم تعب من العمالة، كنت أقول يا ريت مو هاي الأطفال جايني هذا المرض هم أخلص آنها. تتمنى الموت وأن تلحق بزوجها الذي فارق الحياة أثر سقوط جدار عليه أثناء عمله، فدموعها تترجم حياة العوز التي تعيشها وهي تعيل 4 بنات قاصرات لا تستطيع توفير الماء البارد لهن في هذا الصيف الحارق. المرض أول شيء طلع عندي سرطان بالرحم، وعملي هسه لازم أشيله، وحالتي أرملة، عندي بنات 4 غصر وبيت آجار وأشتغل عاملة بالمزارع. اليوم يعني صار فترة ما أقدر أشتغل، أودي هاي البنية بمكاني. والله غراض البيت ما عندي لا ثلاجة لا مجمدة لا يعني جاي أشتري من الشارع ثلج، وإذا ما نشتري من الشارع عطش نموت، مي بارد ماكو. أم إيمان التي تعمل في إحدى المزارع في أطراف كركوك لكي تستطيع تأمين بدل الإيجار لسقف يأويها هي وبناتها رغم إصابتها بمرض السرطان. زوجي صار له 6 شهور توفى، كنا أنا وياه نشتغل يا دوب يعني لحقين شوية زين، وهو عماله يشتغل وقع عليه البناء وقبل 6 شهور توفى، ونفوس ماكو سادينها حتى يعني تام بدل هوياتنا نسوي ونقدم على رعاية ماكو، هاي همينا محرومين نفوسنا داقوا. هاي صار 6 شهور هوية ما يقدرون يبدلون، هيا ببدلوا لي اياها حتى لو اعتيادية مولة موحدة، بس اقدم راتب، انا عندي اطفال وصاحبة مرض ما يقبلون. ام ايمان تترجى التفاتة حكومية لاستبدال هويتها ليتسنى لها التقديم على الرعاية ليتوفر لها راتبا يساعدها ولو قليلا. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.